يقول شلون أوصل لرضا الله؟ والله إني أحب الله ودائما أقول وأنظر إلى السماء يا رب أحبك وأبكي عند قولها، ولكن أعصي بالخفية وأخاف أن أدخل بحديث إذا خلى بمحارم الله انتهكها. لا، قلنا هذا أكثر من مرة، قلنا هذا لا يصدق عليه. الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكه هو المنافق الذي يظهر للناس الصلاح وفي قلبه ينتظر الفرصة حتى ينتهكه. أما الإنسان الصالح في نفسه لكن يضعف إذا صار وحده، وهو لم ينوي أن يعصي الله تبارك ولكن ضعف لكونه وحده وراء المعصية وكذا، هذا لا يدخل في النفاق أبدا، وإنما هذا يدخل في المعاصي. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم وأن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم. تفضل.